أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج منشيت أحمر معي أنا تارا البكري. نبدأ من ملفنا الرئيسي. الأحزاب الناشئة تختبر حظوظها في الاقتراع المحلي، تحالفات وتحركات لإقناع الناخبين بالبرامج الانتخابية. ومنه إلى ملف المخدرات، أربيل تفكك 3 شبكات دولية تتاجر بالسموم البيضاء. ترامب يسرق الأضواء، مناظرة مشتعلة بين المرشحين الجمهوريين لخطف الفوز بالترشح للرئاسة. بعد نتائج انتخابات عام 2021 وحصول الأحزاب الناشئة على عدد وازن من المقاعد في مجلس النواب، بدأت هذه الأحزاب بالتحرك بشكل أوسع وإجراء تحالفات موسعة لخوض غمار السباق الانتخابي في اقتراع المجالس المحلية. وبرغم تشكيك الكثير من تلك المراقبين حيال قدرة الأحزاب الناشئة على خطف مقاعد مقبولة في المجالس، فأن تلك القوى شكلت عدداً من التحالفات على أمل توسيع قاعدة العمل السياسي، لكن مختصين يرون أن الطريق ليس معبداً أمام تلك الحركات، وذلك لسببين. الأول يتعلق بخبرتها السياسية المتواضعة مقارنة بخبرة الأحزاب الكبيرة، والثاني بوجود تحفظ من جمهور تلك الأحزاب على الأداء السياسي لها داخل مجلس النواب، وهو ما يمكن أن يؤثر على حظوظها في الانتخابات المحلية. نتابع هذا التقرير ثم نعود. مع انطلاق الموسم الانتخابي، تبحث الأحزاب والحركات الناشئة عن برامج انتخابية يمكن أن تقنع جمهورها للتصويت لها في مسعى لتحقيق تقدم وإثبات قوتها في ظل التنافس المحموم نحو حصد المقاعد خلال اقتراع المجالس. واتجهت أغلب تلك القوى الناشئة إلى المشاركة في الاقتراع المقبل، لكن بعض القوى اختارت الانعزال أو عدم المشاركة بسبب تذبذب المواقف، باعتبار أن خيارات الانسجام والتحالف مع أحزاب أخرى ربما يحتاج وقتا أطول لتنضيج برنامج سياسي يلبي رغبات الجمهور الطامح إلى تغيير، ما يجعل فرصة التيارات المدنية بتحقيق نتائج مرضية صعبة في ظل تسابق الأحزاب والكيانات التقليدية الكبرى باعتبارها تملك جمهورا منظما. وتشير مجمل نتائج العمليات الانتخابية التي شهدها العراق إلى احتكار عدد محدود من الأحزاب للفوز وسط تواضع حظوظ المستقلين والقوى الناشئة، لكن الاختراق حصل خلال انتخابات عام 2021 عندما حصلت بعض تلك الأحزاب على العشرات من مقاعد مجلس النواب، وهو ما حفز الكثير من الأحزاب والشخصيات على غموض غمار الاقتراع المحلي. في الرأي شجاعة فائقة، وفي الخبر سرعة فائقة، وفي الصورة دقة فائقة. الشرقية نيوز اتش دي عبر نايلسات وعلى التردد 10892 بولاريزيشن هيروزنتال سيمبل ريت 27500 FEC 5/6. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف ينضم معنا عضو حركة امتداد السيد مسعد الراجحي عبر خدمة سكايب. مرحبا بك سيد مسعد. نتحدث اليوم عن حظوظ الأحزاب الناشئة في خوض مسابقات انتخابات مجالس المحافظات. تحية واحترام سيدة تارا، السلام بيك. أهلا بك. بالنسبة لمجالس المحافظات، بعد التحية لحضرتك ولمشاهدينكم الكرام، مجالس المحافظات أنجزت وفرضت من قبل الخاسر وفق هاي المعادلة الحالية، وفق قانون انتخابي بائس اللي هو قانون سانت ليغو، ليس القانون سانت ليغو الحقيقي الذي
يستخدم في الدول المتقدمة، بل قانون سانت ليغول المشوه الذي يتحمل الكثير من المفاهيم وتحويل الأصوات وكذا. بشكل طبيعي الحركات الناشئة ليست لديها الإمكانيات، وفق عدم التوازن ليست لديها الإمكانيات من حيث التسابق والتنافس بعدالة مع الأحزاب التقليدية التي استولت على المال العام، وفق مبدأ اللا منطق في الانتخابات. أما لو كان هناك منطق وتم تطبيق قانون رقم 36 لعام 2015 اللي هو قانون الأحزاب، حتما ستصبح هناك منافسة عادلة، باعتبار سيتم إقصاء وإبعاد الأحزاب التي لديها هيمنة على موارد الدولة ولديها تهديد بالسلاح أيضا، وسيكون هناك التنافس مفتوح من باب القناعة لدى الناخب العراقي. أما ما يحدث الآن، الأحزاب التي المهيمنة على مقدرات الشارع العراقي والشعب العراقي في المؤسسة التشريعية والتنفيذية هي من توجه موارد الدولة من تعيينات الإيحاء بالتعيينات أو موضوع الأعمدة الكهرباء وموضوع التبييض وباقي الخدمات، بل تدخلوا حتى في موضوعات رواتب الفقراء في الرعاية الاجتماعية، في حين المرشحين من الحركات الناشئة الوطنية حصرا وليست الحركات الناشئة التابعة لأحزاب الظل، فهي ليست لديها هذه الإمكانيات بشكل واضح على الساحة العراقية. فبالتالي حينما نعود إلى مجالس المحافظات التي انطلقت من عام 2013 ولغاية الآن ولغاية عام 2019 حينما قام الثوار بالضغط من أجل تعطيلها لأنها لم تقدم شيء على أرض الواقع، الآن نرى ونسأل العراقيين ما الذي قدمته مجالس المحافظات؟ الجواب استنزاف، أصبح الدكاكين هذه المجالس الدكاكين لصالح الأحزاب التقليدية واستيلاء أكثر على موارد الدولة وتقاسم فيما بينهم بهذه المحاور. ولكن سيد مسعد، ألا تعتقد بأنه اليوم الناخب العراقي لم يعد يبحث عن خدمات، بل هو يريد أن يتغير الوضع بشكل عام، يعني تغيير سياسي على وجه الخصوص؟ سيدي ترى بصراحة مجالس المحافظات هي مجالس خصصت من أجل تقديم خدمة للمحافظات والأحياء والمناطق السكنية والمناطق المأهولة، من أجل الاهتمام بشكل مباشر بتطبيق جزء من الموازنة المالية التي تخصص المحافظات، وليست عملا سياسيا. العمل السياسي هو الذي يكون في المجال الهرمي، هو الذي يشرع القوانين ويعطي السياسة العامة للدولة ومن يسن آلية عمل. نعم، ولكن هذه الوعود التي تطلق يعني هل هي تنفذ؟ ابدا اطلاقا سيدي، يعني اذا تسالين العراقيين ما الذي استفدتموه من مجالس المحافظات؟ اساليهم. كثير من مال الاستنزاف، الكثير من التخبط، استخدام المساومه، الابتزاز ايضا. والان قبل يعني ايام مضت لاحظت حضراتكم كثير من الشكاوى التي صدرت بحق مدراء مكاتب المحافظات وبحق محافظين ايضا. فضلا عن ذلك سيدتي العزيزه، لو انتقلنا إلى دائرة ثانية، حينما اقتربت موعد الانتخابات التي لربما قد تجري في 18 كانون الأول، لماذا لم يتم إعفاء المحافظين ومنهم بدرجة معاون محافظ، نائب محافظ، قائم مقام، إعفاءهم من الخدمة من مناصبهم الآن لغاية إكمال الانتخابات طالما هم مرشحين في الانتخابات؟ لأن وجودهم الآن وهم مرشحين حتما سيوجهون وسيستغلون موارد الدولة لصالح أحزابهم ولصالح عملياتهم الانتخابية. فبالتالي هذه المجالس نحن نعترض على وجودها من حيث الشكل ومن حيث التركيب structure، إذا باعتبار أن لو كان، وهذا ما نطمح إليه وإلى تغييره، لو كان انتخاب المحافظ بشكل مباشر بدلا من وجود مجلس محافظة لكانت الخدمات تصل إلى العراقيين بشكل مباشر، ولا تم إبعاد وإقصاء الأحزاب التي تريد أن تهيمن على المعادلة داخل مجلس المحافظات، وأيضا لاستطاع العراقيون أن يقولوا نعم نحن من انتخبنا هذا المحافظ ونحن من أتينا به. أما وفق معادلة مجلس المحافظات ف
فحتما الابتزاز والتنافس الغير شريف والكوميشيونات هي التي ستأتي بالمحافظة. فضلا عن ذلك سيدتي العزيزة حتى يكون باختصار، أغلب المحافظات الآن يكون الآن تم تسمية من المحافظ لهذه المحافظة التي ستجري فيها انتخابات، طبعا هذا من قبل الأحزاب التقليدية وأحزاب الظل بشكل مباشر. عفوا. نعم. طيب سيد مسعد، نركز في حلقة اليوم على حظوظ الأحزاب الناشئة في الفوز بانتخابات مجالس المحافظات. هل تعتقد بأنه غياب الخبرة لدى الأحزاب الناشئة هو الذي همش دورها في هذه الانتخابات؟ لا عزيزتي، يعني بشكل واضح قانون الأحزاب المعطل من قبل الغير مفعل من قبل الأحزاب وإرادة الأحزاب التقليدية، هذا واحد من الأسباب. السبب الثاني المباشر أن ثوار تشرين وما قدموه من تضحيات ومن احتجاجات وأعطوا دماء أمام هذه البنايات، بنايات مجالس المحافظة، كانوا رافضين لوجود حلقة فاسدة التي هي الحلقة الزائدة. للأسف في العراق أصبحت حلقة زائدة وحلقة تمثل سلسلة من سلاسل الفساد. وبالتالي السبب الثالث الذي يجعل الحركات الناشئة الوطنية لا ترغب في أن تدخل في هذا المجال باعتبار أن قانون الانتخابات الحالي هو قانون غير منصف وغير عادل، ولا يضع هناك يعني مستوى الكفاءة ومستوى العدالة بين المرشحين. بالعكس، نعم، هناك هيمنة لدى الأحزاب التقليدية ومرشحيها على حساب الأحزاب الناشئة ومرشحيها. فبالتالي لا يمكن أن نكون شهود زور على قانون انتخابات لم يرغب به الشارع العراقي ونتج وتم تمريره داخل مجلس النيابي باتفاقات الأحزاب الخاسرة في الانتخابات. نعم، ابقى معي سيد مسعد لنشرك بحديثنا السيد إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك سيد إياد، ما هو رأيك بمنافسة الأحزاب التقليدية مع الأحزاب الناشئة في انتخابات مجالس المحافظات؟ هل هي منافسة عادلة ولماذا؟ يعني هو من حيث المبدأ بالتأكيد أنه نحن نحتاج أن يكون هنالك منافسة لأحزاب باتت تحتكر السلطة وتحتكر النفوذ وحتى تحتكر المجال السياسي بالعراق، لا بل حتى تحتكر السلاح وكثير من القضايا التي باتت تتغول على الدولة. منافسة الأحزاب الناشئة بحد ذاتها من حيث المبدأ هي فكرة شجاعة وتوجه صحيح، وأيضا بالوقت الآخر يعطي حيوية للانتخابات وفرصة أمام الناخب أو المواطن بأن يكون لديه خيارات ممكن أن تنافس خيارات القوى التقليدية. أما من حيث العدالة بالتأكيد أنه نحن نتحدث عن أحزاب تقليدية باتت تمتد مخالبها في كل مفاصل الدولة، ومن يملك القدرة على السيطرة على الدولة هو يملك السيطرة على النفوذ والكثير من القضايا التي ممكن أن يستثمرها في الانتخابات. لا سيما أن الأحزاب لدينا أو توصيف هذا الأحزاب يحتاج أن نضع عليه علامة استفهام، في لأن الكثير منها تعتمد على الزبائن وتعتمد على أن يكون هنالك قدرة على استقطاب الزبائن من خلال التوظيف، من خلال توظيف المال العام، من خلال توظيف الأموال. ربما الأحزاب الناشئة أو الأحزاب التي تنافس هذه الأحزاب التقليدية لا تملك الكثير من الأموال، وحتى وإن كان لديها أموال لا تملك القدرة على أن تنافس من حيث التحشيد ومن حيث القدرة على تقديم الوعود. هي ربما تدخل في حلبة التنافس، وهذا بحد ذاته أنا أعتبره خطوة مهمة، لكن الفرصة الحقيقية من ناحية إدارة الانتخابات تحتاج أن يكون هنالك قدرة على الإدارة الصحيحة، بمعنى أن استقطاب الناخب المتردد، لأن المعركة ستكون في اتجاهين. الاتجاه الأول زبائن الأحزاب التقليدية أو مواطن متردد ليس لديه خيارات
أو اقتناع بالقضية العملية الانتخابية باعتبار أن مخرجاتها هي ليست دائما كما يتمناها المواطن أو لم تغير شيء. المساحة التي يشتغل عليها الأحزاب الناشئة هي حقيقة مساحة أوسع من الأحزاب التقليدية، لكن طبيعة القدرة على تقديم شخصيات وعلى تقديم خطاب وعلى تقديم نمط من التعاطي مع الوعود الانتخابية يحتاج الكثير أو الخبرة والاحترافية السياسية حتى يقنع المواطن. ربما هذه النقطة تحتاج التفصيلات، لأن الشخصيات التي يتم ترشيحها تحتاج أيضا من الأحزاب الناشئة تحدث، تحتاج أن يكون لديها مجهود فردي، وأيضا يحتاج أن يكون لديها حضور، ويحتاج أن يكون لديها إقناع لدى المواطن المتردد. فإذا صحيح أن لا يوجد عدالة من حيث الموارد ومن حيث القدرة على التحشيد، لكن من حيث المساحة التي يشتغل فيها الأحزاب الناشئة ربما هي أوسع لو كانوا قادرين على التحشيد للانتخابات، وهذا كان موجودا في انتخابات 21. هذه النقطة المهمة حقيقة، الأصوات التي حصل عليها النواب المستقلون أو النواب من الأحزاب الناشئة كان ممكن لو تم إدارة الانتخابات بطريقة نوعا ما محترفة، لكنها كانت تجربة جديدة تحسب لهذه الأحزاب، لكنها لم تتطور مع كل الأسف. وعلى هذا الأساس ممكن أن يكون هذه فرصة لترتيب الأوراق مرة أخرى في انتخابات مجالس المحافظة، أو حتى إذا افترضنا أضعف الإيمان أن يكون فرصة حقيقية لتعلم إدارة الانتخابات وتشكيل ماكينة انتخابية والاستفادة من الأخطاء، لكن المشاركة بحد ذاتها خطوة جيدة. طيب سيد إياد، استقطاب الناخب المتردد كما أشرت على ماذا يعتمد؟ يعني هل الناخب اليوم ينظر إلى البرامج الانتخابية أو يثق فيها؟ يعني هنالك أكثر من ناخب حقيقة، حتى نكون دقيقين بهذه القضية، هنالك الكثير من الطبقة الوسطى تحتاج أن يكون هنالك نوعا من الوعود التي هي في الحد الأدنى تتعلق بالخدمات، فربما يقنعها البرنامج الانتخابي، ولكن بالمقابل يحتاج أن يكون هنالك أشخاص لديهم سجل نظيف من قضية الحضور الاجتماعي، من قضية العنوان العائلي، من قضية أنه القدرة على الخطاب والإقناع والمصداقية ومشهود له بالنزاهة وعفة اليد، والكثير من القضايا ربما تكون عنصر استقطاب. هذه القضايا بحد ذاتها والقدرة على التواصل مع الناس لا سيما المترددون، يعني ممكن أن يكون هامش كبير جدا لقضية النجاح في الانتخابات. تبقى عقدة ثانية هي قضية القانون الانتخابي، لكن حقيقة إدارة الانتخابات بحد ذاتها أو ما يسمى لدى الأحزاب السلطوية هو الماكينة الانتخابية. هذه الماكينة الانتخابية تحتاج نوع من حسابات دقيقة، حسابات رياضية إحصائية، لا تتعلق فقط بأن القضية تعتمد بدرجة معينة على أن يكون هنالك أسماء فقط، وإنما إدارة الانتخابات وقضية الحفاظ على الأصوات واستقطاب الناس هذا بحد ذاته يحتاج أن يكون نوعا ما محاكاة بالانتخابات. لا يمكن أن نعتقد أو نتفائل كثيرا بأن الأحزاب الناشئة لديها هذه الخبرة أو هذه الماكينة. أحزاب السلطة هي عملت على أن طوال الفترة الماضية استفادت من أخطائها، استفادت من تجاربها، استفادت من احتكاكها في الانتخابات حتى استطاعت أن تصل إلى هذه المكانة، إلى هذه المكانة الانتخابية طبعا. الآن في هذا التنافس حقيقة هنالك الكثير من المواطنين يبحثون عن بديل. إذا استطاع المرشح أو أحزاب الناشئة أن يقنعوا الناس بأنهم البديل ولو في هامش معين، هذا بحد ذاته يحتاج أن يكون فعلا قدرة على إدارة الدعاية الانتخابية، ويحتاج قدرة على أن يكون هنالك عناوين مهمة تتصدر هذا المشهد، وربما هذه بحد ذاتها تحتاج الكثير من التفاصيل وغير موجودة على الساحة إلا بنسبة معينة، يعني ليس عدمية القضية. نعم، بالعودة لك سيد مسعد، اليوم هنالك تحالفات وتحركات لإقناع الناخبين بالبرامج الانتخابية،
إذا ما ركزنا على مطالبات أو متطلبات الناخب العراقي، فما هي؟ أستاذي العزيزة، قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، هناك فئتين تدخل في مضمار الانتخابات، وهناك فئة كبيرة تعادل هاتين الفئتين لا تقتنع بالدخول في الانتخابات بسبب التجارب السابقة السيئة. الفئتين التي تدخل في الانتخابات هي جمهور الحاجات، وهو دائما ما يتجه صوب الأحزاب التقليدية النفعية التي تقدم المال وتقدم الطروحات باتجاه التعيينات وبعض استغلال موارد الدولة، فينجذب لها جمهور الحاجات. أما جمهور الأفكار فهو حتما طالما وجد بأن الواقع السياسي في العراق والاقتصادي والثقافي والتربوي والتعليمي ومفاصل الحياة الأخرى غير مؤهلة، لم تصل إلى مرحلة التنمية ولا تزال لم تصل إلى مرحلة النمو أصلا يعني، فبالتالي هم في حال يعني قناعة بأن هذه الأحزاب التقليدية لا يمكن بعد تجربة عقدين من الزمن لا يمكن أن تأتي بخير أو أن تقدم شيء للشعب العراقي. ومثال على ذلك ما ممكن طرحه بشكل بسيط اللي هو موضوع سعر الصرف، ناهيك عن السياسة الخارجية وغيرها. فموضوع مدى قناعة الناخب في المنهاج الحكومي لم يعد يحتاجه بشكل مباشر للناخب الاعتيادي، ولكن هناك ناخبين أستطيع أن أسميهم بالنخب التي دائما ليس فقط تبحث عن حل بل تضع معادلة إيجاد حل، وهي ما يمكن تسميته بالحركات الناشئة ومن في صدارتها حركة امتداد. حركة امتداد توجهها داخل الشارع العراقي معروف وفق المبادئ ولكن ليس وفق الحاجات، لأنها لا تقدم مثل ما تقوم به باقي الأحزاب من ولائم رز ودجاج والوعود بالتعيينات، وبالتالي هي ليست مدانة مثل باقي الأحزاب التقليدية التي فضلا عن هيمنتها على المال العام فإنها تهدد وتلوح وتغري الآخرين بالسلاح وغيره. نعم إذا الناخب العراقي نعم تفضل. الناخب العراقي ماذا؟ الناخب العراقي بعد عقدين من الزمن ما عاد يحتاج الحريص منهم إلى أن يكون هناك منهاج حكومي أو منهاج انتخابي تأتي به الأحزاب التقليدية، لأنه أدرك بأنها أحزاب فاشلة وغير قادرة على إدارة البلاد وأوصلت البلاد من مرحلة سيئة إلى مرحلة أسوأ. ولكن حتما التغيير يتطلب ليس مرحلة سريعة، يتطلب مدى قناعة للجمهور العازف على الانتخابات اللي بيشكل ما نسبته 80%. هذه القناعة لا تأتي بشكل مباشر بل تأتي عن طريق المخرجات وعن طريق سلوكيات الأحزاب الناشئة داخل المجلس النيابي من حيث المعارضة ومن حيث احتجاجها على منهجية السلطة، وبالتالي سيعطي الانطباع والارتياح لدى الجماهير بشكل زمني متتابع، وبالتالي ممكن أن تتحقق تغيير في التغيير المنشود على مستوى الواقع السياسي والاقتصادي. نعم سيد إياد، إذن باختصار برأيك ما مدى قناعة جمهور الأحزاب الناشئة بأدائها السياسي؟ لا حقيقة احنا تجربة الأحزاب الناشئة لم تكن بالنضوج ولا تكن بالمستوى المطلوب، أو ربما نحن طموحاتنا كانت أكثر من قدراتهم وإمكانياتهم في ظل بيئة سياسية تصارعية أكثر مما أنه هامش التنافس السياسي موجود بها. حقيقة لم يتمكنوا في تجربة مجلس النواب من تقديم نموذج قادر على أن يكون هنالك بلورة موقف في قضايا على مستوى التشريع، على مستوى الرقابة، وحتى على مستوى الحضور داخل الرأي العام. هنالك مشكلة حقيقية كانت، وهذه نقطة مهمة أركز عليها، كانت في قضية اختيار الأشخاص، وكانت هنالك مشكلة أيضا في قضية الأداء السياسي داخل مؤسسة البرلمان، هنالك مشاكل أخرى في قضية القدرة على الاستقطاب وخلق موقف للقضايا التي يؤيدونها، فاعتمدوا في جانب فردي أكثر مما يكون هنالك جانب جماعي،
وأيضا هنالك سوء في إدارة الموقف الإعلامي أو تقديم واجهات للرأي العام قادرة على تقديم نموذج ينافس أحزاب السلطة التقليدية. هذا بحد ذاته انعكس حقيقة على تجربة الأحزاب الناشئة. لكن بالمقابل أيضا هذا لا ينعكس بنسبة عالية، لكن ينعكس بنسبة معينة على تجربة الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات. هذه بحد ذاتها قد تكون نقطة تحتاج الوقوف عندها، لكن بالمجمل نحن نتحدث عن مشاركة ومنافسة. هذه المنافسة في مرحلة في قانون جديد أيضا هي محطة اختبار أمام هذه القوى الناشئة، لأنها حقيقة دخلت في قضية ذات معتركين. المعترك الأول أن هي محاولة تصحيحها وكان هدف تشرين إلغاء مجالس المحافظات، الآن تدخل في قضية يجب أن تكون مستعدة لمعركتها وهي إصلاح مجالس المحافظات، وهذا بحد ذاته بحث يحتاج رؤية تقدم إلى المواطن. الجانب الآخر أيضا كيفية تجاوز الأخطاء التي حدثت في تجربة انتخابات 21، وهذا يحتاج أيضا أن يكون هنالك مستوى من الشخصيات تكون في مجالس المحافظات على احتكاك مباشر مع المواطن وقادرة على أن تتحمل المسؤولية أكثر من مسؤولية مجالس مجلس النواب. أعتقد هذا التحدي بحد ذاته هو سيكون معيار حقيقي في تجربة الأحزاب الناشئة، وأن لا تبقى بعض الأحزاب أن تتعكس على أنها أحزاب ناشئة، لأن هنالك تجربة سابقة خصوصا عفوا التي شاركت في انتخابات 21 ومن والتجربة القادمة في انتخابات مجالس المحافظات. نعم السيد إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للسيد مسعد الراجحي عضو حركة امتداد. تشير التصريحات الرسمية إلى اعتقال أكثر من 16 ألف تاجر مخدرات خلال العام الحالي. هذا الرقم يسلط الضوء على التحديات التي تواجه العراق في هذا الملف في ظل استمرار ضبط أطنان من المواد المخدرة أغلبها الكريستال وحبوب الكبتاغون والحشيش والأفيون. البيانات الرسمية التي تعلن بشكل يومي تؤكد وجود حرب مستعرة ومتواصلة بين تجار المخدرات والقوات الأمنية في مختلف محافظات البلاد. آخر تلك الأنباء ما جرى في إقليم كردستان، حيث أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في أربيل القبض على عدد من تجار المخدرات وهم أعضاء في 3 شبكات دولية كبرى للاتجار بتلك المواد، كما تمت مصادرة كميات ضخمة من الحبوب المخدرة واعتقال عدد من التجار بتلك المواد ممن ينتمون إلى شبكات دولية للاتجار بالمخدرات، حيث تم ضبط 160 كيلوغراما من الحبوب المخدرة. نتابع التقرير. 17 عملية خلال 20 يوما في واحدة من أكبر العمليات المشتركة بين بغداد وأربيل. ضبطت السلطات الأمنية في 3 مناطق بكردستان شبكات للمتاجرة بالمخدرات بحوزتها نحو 0.25 طن منها. جرت العمليات في كل من دهوك وسوران وحاج عمران بواقع 17 عملية خلال 20 يوما، اعتقل خلالها نحو 49 متورطا، كما ضبط خلالها ما يقرب من 8 كيلوغرامات من الترياك ونحو 2 كيلوغرامين من الهيروين ونحو 1 كيلوغرام من الكريستال و 2 حبة من الكبتاغون وغيرها. تؤشر السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم تصاعدا كبيرا في تجارة المخدرات وتعاطيها، بالمقابل تكثف تلك الجهات إجراءاتها لمنع تحول العراق إلى مستنقع للممنوعات وبيئة خصبة للمافيات. المخدرات تنتشر في جميع أنحاء العراق، ومكافحة هذه الآفة مسؤولية وطنية، علينا جميعا أن نحارب انتشار هذه الآفة. ونحن في مديرية مكافحة المخدرات في الإقليم لدينا تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية في عموم العراق، وألقينا القبض على العديد من تجار المخدرات في الإقليم والعراق عموما.
تشير إحصائيات مكافحة المخدرات في الإقليم إلى أن أعمار المتعاطين تتراوح بين 18 إلى 35 عاما، فيما بلغت نسبة التعاطي بين هذه الفئات العمرية إلى نحو 80%، أما التعاطي بين النساء فارتفع إلى ما نسبته 10% خلال العام 2023، وهي مستمرة بالتصاعد. ويرى مختصون ضرورة في تعديل القوانين لضمان محاسبة شديدة للمتاجرين والمتعاطين سواء لغرض تحييد الكارثة. بالشرقية نيوز، عثمان الشلاش، أربيل. لمناقشة هذا الملف ينضم معنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري. مرحبا بك سيد مقداد. إذا حدثنا عن العملية الأخيرة التي جرت في أربيل في تفكيك 3 شبكات دولية تتاجر بالمخدرات. نعم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. بالحقيقة كانت عملية نوعية كبيرة نفذتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات في بغداد بالتنسيق العالي جدا مع مديرية أمن أربيل مكافحة المخدرات، وكانت عملية نوعية استمرت لعدة أيام. بناء على معلومات استخبارية تم استدراج 5 من التجار الدوليين، 3 منهم أجانب و2 كانوا عراقيين. طبعا كان هناك دور كبير جدا لمجلس القضاء الأعلى بقرارات شجاعة من محكمة تحقيق نينوى ومحكمة تحقيق أربيل، اتخذت واستكملت كامل الإجراءات، تم استدراجهم وإدخالهم إلى منطقة كردستان، وبالفعل كانت خلية عمل واحدة وبجهود كبيرة جدا تم إلقاء القبض على هذه العصابة، وتم ضبط ما يقارب 250 كيلوغرام من حبوب الكيبتاغون المخدرة، وتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. كانت عملية كبيرة، طبعا تنسيقنا مع إقليم كردستان كان تنسيق عالي جدا، لا توجد أي معوقات في العمل. الأخوة في إقليم كردستان في وزارة الداخلية في الإقليم وبالتحديد في المديرية العامة لمكافحة مخدرات كردستان، هناك عمل مستمر على طوال اليوم وعلى مدار الساعة، بالتالي النشاطات متزامنة ومستمرة مع الأخوة في الإقليم. طيب سيد مقداد، كيف يتم التعامل مع المتهمين الذين يعني الأجانب، كيف يتم التعامل معهم بعد إلقاء القبض عليهم؟ نعم، يتم التعامل معهم. يعني جنابكم تعرفون أن جريمة المخدرات هي من الجرائم المحظورة عالميا ويحاكم عليها القانون العالمي في العالم. التجارة الدولية، تجارة المخدرات، هناك 3 مواد لموضوع المخدرات. المادة الأولى هي المادة 27 مخدرات، وهذه المادة تعنى بالتجارة الدولية، وتصل أحكام هذه المادة إلى عقوبة الإعدام وعقوبة السجن المؤبد. والمادة 28 مخدرات أيضا تتعلق بالتجارة وتصل عقوبتها من المؤبد فما دون، والمادة 32 هي التي تتعلق بالمتعاطين والمدمنين. طيب إذا ما تحدثنا عن اتفاقيات التعاون الأمني التي توقع بين الدول المجاورة، ما مدى أهميتها وانعكاسها على الحد من تجارة المخدرات؟ نعم، كانت اتفاقيات يعني كبيرة جدا وجيدة جدا ولها أثر في العمل. قسم التعاون الدولي في وزارة الداخلية عقد عدة اتفاقيات مع أغلب دول الجوار أو كل دول الجوار نستطيع أن نقول في عدة ملفات، من ضمنها ملف المخدرات وملف الحدود وضبط الحدود وغيره. لكن أنت تعلمين هناك بعض الحدود التي هي يعني بلدانها تعاني من بعض المشاكل، خصوصا في الجانب الغربي حدودنا مع الجمهورية السورية، قسم من الأراضي خاضعة لسلطة الدولة وقسم آخر غير خاضع، هنا تكون مشاكل. وزارة الداخلية عملت على حل هذه المشاكل بشكل كبير ووضعت سياج كونكريتي ابتداء من شمال جبل سنجار وباتجاه نهاية الحدود ضمن الأطر السورية بمعدل 145 كيلومتر. لذلك الاتفاقيات كانت اتفاقيات مهمة، تبادل المعلومات، تبادل مباشر، اتصالات مباشرة ما بين وزارة الداخلية بمختلف مديرياتها مع وزارات الداخلية في الدول المجاورة، ويتم التعقب بهذه الطريقة والاستفادة من المعلومات والمعلومات الاستخبارية وتبادل المعلومات. أحيانا بعض التجار الدوليين نعلم بحركتهم ونعلم بدخولهم لكن لا نلقي القبض عليهم إلا بعد أن تكتمل
يعني الصورة كاملة وتكتمل أفراد العصابة. قد يكون شخص دولي متحرك من مكان إلى آخر ويحمل كمية، نراقب هذا الشخص إلى أن تكتمل أجزاء يعني المهمة ويأتون أشخاص آخرين، وبالتالي تتم عملية إلقاء القبض. هذا لا يأتي عن فراغ وإنما يأتي نتيجة تعاون وخصوصا مع الدول المجاورة. نعم، هناك دول مجاورة متقدمة في ملف ضبط الحدود ومكافحة المخدرات، يعني ما الذي يمكن أن يقدمه العراق بالنسبة لهذا الملف؟ يعني احنا قلت لك تبادل المعلومات، العراق ايضا وزارة الداخلية قطعت شوط كبير جدا في موضوع المخدرات. اليوم العراق يعني في اولى مهام هذه الوزارة الموجودة منذ تولي السيد عبد الأمير الشمري، وزارة الداخلية وضع التحدي الاول، وبالتالي كان هناك عمل كبير على موضوع المخدرات. في كل الأعوام السابقة لو نراجع الإحصاءات ونراجع ما قامت به وزارة الداخلية نرى تقدم نوعي كبير في موضوع المخدرات. اليوم جريمة المخدرات في العراق بدأت تنخفض، لكن هذا لا يعني أن التحدي انتهى، التحدي كبير والتحدي مستمر. لكن خلال هذا العام لو ذكرت بلغة الأرقام كانت هناك ضربات وإلقاء القبض على التجار والسيطرة وضبط كميات كبيرة جدا. أيضا تبادل المعلومات ما بين العراق وبين تلك الدول أيضا مهم ويلعب دور. العراق أحيانا أما يكون محطة ترانزيت عبور يعني إدخال مواد مخدرة من دول أخرى باتجاه دول أخرى من خلال العراق، أو بالعكس تكون العملية، فبالتالي لابد أن يكون هناك تعاون مع وزارات الداخلية في مجال المخدرات. كل هذه الدول المجاورة والمتقدمة في هذا الجانب تولي اهتمام كبير جدا لموضوع المخدرات. طيب سيد مقداد، أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهو تبادل المعلومات، هل هذه العملية أصبحت تحدث في الآونة الأخيرة؟ وما مدى دقة المعلومات المتبادلة وما هي تفاصيلها التي يتم تبادلها؟ يعني موضوع تبادل المعلومات هو نتيجة عقد اتفاقيات، نتيجة زيارات وزارة الداخلية خلال العام الماضي أو منذ يعني استئزار السيد الوزير لهذه الوزارة، عمل على نقطة مهمة لابد من الانفتاح خصوصا في مجال الأمن في مجال تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والزيارات. لذلك دائما الجولات تكون إلى أغلب دول الجوار وحتى الدول الإقليمية والدول الأخرى، كل هذا يصب في مجال عدة اتفاقيات، منها اتفاقيات تتعلق بالتدريب، منها اتفاقيات تتعلق بالمخدرات، منها اتفاقيات تتعلق بضبط الحدود، ومنها اتفاقيات تتعلق بملاحقة الجريمة المنظمة. لذلك موضوع المخدرات كل الدول الموجودة تحرص على محاربة هذه الجريمة وهذه الآفة. دقة المعلومات دائما ما تكون المعلومات دقيقة 100%. نحن نتعامل مع مجرمين، نتعامل مع متهمين، وتلك الدول أيضا تتعامل مع هذا النوع وتمتلك تقنيات وتمتلك إمكانيات. لذلك دائما تكون المعلومات دقيقة وتبادل المعلومات يكون دقيق، والنتيجة عمليات الضبط وإلقاء القبض كانت الحصيلة كبيرة جدا. نعم سيادة العميد مقداد ميري المتحدث باسم وزارة الداخلية، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. في الولايات المتحدة نظمت مناظرة بين 5 مرشحين للحزب الجمهوري، والهدف هو خطف الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، حيث كانت الأجواء مشتعلة وقدم كل مرشح منهم ما يدعم رؤيته، كما أنها شهدت تبادل اتهامات وتراشقا بين المشاركين، الغائب الحاضر في هذه المناظرة كسابقاتها هو المرشح الأوفر حظا الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي صوب عليه الجميع سهام انتقاداتهم بسبب ما يواجهه من ملاحقات قضائية قد تعرقل وصوله إلى البيت الأبيض مجددا. إذن على غرار ما فعل في المناظرتين السابقتين، اختار الملياردير التغيب عن هذه المناظرة الثالثة بدعوى تقدمه بفارق شاسع جدا عن سائر منافسيه الجمهوريين في استطلاعات الرأي،
لكن هذه المناظرة التي جرت في ميامي تعتبر خطوة مهمة على الطريق الطويل لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر 2024، حيث يتعين على هؤلاء المرشحين أن يتواجهوا في سلسلة انتخابات تمهيدية تنطلق عجلتها في 15 من كانون الثاني يناير. سيواجه الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية المرشح الديمقراطي الذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن، وبعد نتائج استطلاعات الرأي التي نشرت في نهاية الأسبوع الماضي وكانت كارثية لبايدن، تنفس الرئيس الديمقراطي الصعداء قليلا بفضل نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الثلاثاء وأصبت في صالح الديمقراطيين حتى في ولايات محافظة تقليديا. إذن لمناقشة هذا الملف ينضم معنا السيد علي يحيى الباحث في العلاقات الدولية عبر خدمة سكايب. مرحبا بك سيد علي. نتحدث عن غياب دونالد ترامب المرشح الجمهوري في ثلاث مناظرات متتالية، ما السبب برأيك؟ طبعا بداية بعد التحية لكم وتحية للمشاهدين، يعني أنا أعتقد أنه جزء من استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الانتخابية التغيب المرحلي عن هذه المناظرات، لأنه يعتبر أنه متقدم بخطوات كبيرة حسب استطلاعات الرأي عن منافسيه الأقرب داخل الحزب الجمهوري، وأيضا عن منافسه الثاني في الحزب الذي كان يعول عليه لكي يكون هو المرشح الأبرز من بعد دونالد ترامب، وحتى هو متقدم عن نيكي هايلي التي هي تعتبر حاليا في الطرف في الدرجة الثالثة بحسب استطلاعات الرأي. ومن هنا حاول دونالد ترامب الابتعاد عن المشهد التنافسي داخل الحزب الجمهوري وتنظيم مشهدية أخرى أو تجمع انتخابي آخر بعيد فقط حوالي 18 كيلومتر عن التجمع الذي نظم في ميامي، وذلك فضل فيه تركيز جهوده على منافسه الأبرز مستقبلا بحال طبعا نجح في أن يكون مرشحا رسميا للحزب الجمهوري، فوجه سهامه لمنافسه جو بايدن. وطبعا هذا يأتي في سياق المنافسة ما بين الحزبين الجمهوريين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. طيب ما مدى دقة هذه الاستطلاعات وبمطابقتها مع النتائج الفعلية للانتخابات؟ يعني عادة ما نعتمد كمعيار على معيار المزاج العام على الاستطلاعات، لكن للأسف الشديد خلال الانتخابات الأمريكية الماضية والتي سبقتها أيضا كانت خابت الاستطلاعات وقدمت خلينا نقول أو صنعت واقع افتراضي هو غير الواقع الذي نتج عن الانتخابات، وبالتالي لكنها لا شك هي تقدم نوع من المزاج العام وتحاول صبر أغوار الناخبين في بعض الولايات وتحديدا الولايات الحاسمة الخمس كبنسلفانيا، ميشيغان، نيفادا وغيرها، والتي يعول عليها الحزبين لتسيد المشهد الانتخابي وللفوز. أيضا من اللافت كان التركيز المنافسين بشكل أكبر أو بنسبة أكبر على السياسات الخارجية، مع أنه عادة ما يهم الناخب الأمريكي بالدرجة الأولى القضايا المحلية الداخلية والتي تشكل بعض تفاصيل مدار خلاف حاد ما بين الحزبين، منها على سبيل المثال الملف الاقتصادي والرعاية الصحية والإجهاض، وهو ملف شائك ومختلف عليه بين الحزبين، إضافة إلى قضايا أخرى. لكن جاءت أحداث أوكرانيا أيضا لتزيد الانقسام بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، وأيضا مؤخرا أحداث غزة وما نتج عنها والتداعيات، والتي أيضا شكلت ملفا إضافيا استخدمه المتنافسين الجمهوريين فيما بينهم وأيضا مرشحي الحزب الجمهوري والديمقراطي لمحاولة تعديل الكفة الانتخابية. نعم. طيب سيد علي، بشكل عام هذه المناظرات للأحزاب سواء للديمقراطيين أو للجمهوريين، هل هي فعلا قادرة على تغيير الرأي العام؟ لا شك، يعني عادة الرأي العام الأمريكي
ينتظر المناظرات لمحاولة محاولة معرفة من يمكن أن يشكل الخيار الأفضل له، لأنه لا شك أن هناك من هو خيارهم معروف مسبقا ينتمون إلى الحزب الجمهوري، ومن هم ينتمون للحزب الديمقراطي، وهناك بعض المترددين سواء المترددين بين الجمهوريين والديمقراطيين أو المترددين في التصويت بين المرشحين الجمهوريين فيما بينهم أو المرشحين الديمقراطيين فيما بينهم. وهنا تأتي المناظرات لكي تقدم الصورة الأمثل للناخب أو لرئيس الولايات المتحدة المقبل، وهذا يعتمد على الكاريزما التي يمكن أن يقدم نفسه بها إلى الناخب، وأيضا المشروع الذي من الممكن أن يكون حاملا له، ناهيكم طبعا عن بعض الأمور الأخرى التي من الممكن أن تدغدغ عواطف الناخب الأمريكي الذي لا شك هو ناخب يعني يهمه جدا بحسب يهمه جدا أن تكون أو المناظرات التي تشكل رافدا أساسيا للانتخابات. شكرا جزيلا سيد علي يحيى الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا ضيفا كريما عبر خدمة سكايب. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منشط أحمر، اللقاء يتجدد في الأسبوع المقبل، ترقبوا.